آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الإمام الرباني الشيخ أحمد الرفاعي قدس الله سره: روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. حث هذا الحديث الشريف على بذل المعروف، ونبه على لزوم الإخلاص فيه، وبشر بعد الإخلاص بمضاعفته وقبوله. كل هذا انطوى في الإخلاص الذي هو نور العارفين بالله، إذ أن الأعمال بغير الإخلاص كلها ظلمة وبه تتنور. لذلك ارتفعت همم العارفين في الأعمال إلى الإخلاص. قال سبحانه: ألا لله الدين الخالص. إلا أن المتحققين بالتصوف صفت سرائرهم وحسنت شعائرهم، همهم ربهم، خلقهم سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، عكس أهل المروق من أصحاب الدعوة. أي بني، إذا نظرت في القوم الذين ادعوا التصوف اليوم، رأيت أن أكثرهم من الزنادقة والحرورية والمبتدعة، رأيتهم أكثر الناس جهلا وحمقا، وأشدهم مكرا وخديعة، وأعظمهم عجبا وتطاولا، وأسوأهم ظنا بأهل الزهد والتقوى وأهل الصدق والصفاء. إن علامات أهل الصفاء أدق من أن يصفها واصف، وأعلى من أن تحتملها الأوهام. فمن علامات الصفاء الصوفي أن يصفو في أقواله وأفعاله وحركاته من أدناس آفات النفس والخلق والدنيا، تصفو خواطره من غبار الإعراض عنه تعالى والنظر منه إلى من سواه. وأيضا من علاماته أن يكون مع النفس بلا نفس، ومع الخلق بلا خلق، ومع القلب بلا قلب، ومع الحال بلا حال، ومع الوقت بلا وقت. يكون مستقيما على بساط أمر الله تعالى، متذللا تحت جلال عظمة الله، مستكفيا ومستغنيا به عن غيره. قلبه مضروب بسياط خوف القطيعة والهجران، وسره مضروب بسياط خشية البعد والحرمان. نفسه منورة بنور الخدمة، وقلبه منور بنور المحبة، وسره منور بنور المعرفة. ومن علاماته أيضا أن يكون فؤاده طائرا بأجنحة الشوق، وأركانه مستقيمة على طريق الحق بالحق للحق، مع حسن الانتظار وعلى غاية الانكسار، مقبلا بكليته على مليكه، مع ترك الالتفات منه إلى ملكه، ومع الفرار من المخلوقين لشدة وجدانه وحلاوة أنسه برب العالمين. رجوعه إلى الحق، اعتماده على الحق،
قراره مع الحق من غير أن يلتفت منه إلى الخلق. تراه وحشي القلب، سماوي الحديد، رباني العلم، فرداني الهمة، روحاني العيش، نوراني القدر، وحداني المعنى. جميع إرادته تحت إرادة المعبود، شاكرا لله في السر والإعلان، كي لا يقع في أبحر الكفران، ذاكرا لله تعالى بالقلب واللسان في كل وقت وأوان، كي لا يتيه في مفاوز النسيان. يعلم أن المولى يراه، ومن فوق العلا يرعاه، فهو فان تحت عظمة نظره، متلاش بكليته تحت كمال قدرته، مستغرق صفاء أوقاته في أبحر امتنانه، مع سقوط كل حلاوة غير حلاوة محبة ربه. تراه مستقيما على صدق العبودية من غير رؤية العبودية، تراه فارغ القلب عن الشغل بغير الله، مع الاتكال بالقلب على الله تعالى. هو متواضع لأهل الإيمان، قائم على بساط الأحزان حتى يأتيه اليقين، والذي هو الموت يأتيه بالعفو والرضوان. لسانه مثل قلبه، يصدق في جميع أقواله وأفعاله، لا كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: لم تقولون ما لا تفعلون. وشاكر لقليل النعمة، صابر على كثير الشدة، راض بقضاء رب العزة، دائم على احتراس القلب لله بالحجة، لا يخاف دون الله، ولا يرجو غير الله، ولا يريد إلا الله، لما علم أنه لا مضر ولا نافع، ولا رافع ولا دافع، ولا معز ولا مذل، إلا الله وحده لا شريك له. متابع لسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، متابع لأخلاقه ومذهب أصحابه، تراه خائفا من سوء العاقبة، مشتغلا بالمقدر إذا اشتغل الناس بالتقدير، وبالمدبر إذا اشتغلوا بالتدبير، جالس على بساط الخدمة مع الحياء، متكئ على سرير الفقر والفاقة، مشرف على غرف القرب والمشاهدة، شارب بكأس الأنس والمحبة، يطيل الصمت ويكظم الغيظ ويغلب الشهوة، ويفارق الراحة من غير أن يلتفت إلى معاملة قلبه، فارغ من مصالح نفسه، تارك لجميع راحاته وشهواته، خائف من الوحشة بينه وبين حبيبه، يكون أحسن الناس للناس وأتقاهم، وأصدق الناس وأصفاهم، وأعقل الناس وأرعاهم، ينظر إلى الدنيا بعين الاعتبار، وإلى النفس بعين الاحتقار، وإلى الآخرة بعين الاستبشار، وإلى الرب بعين الافتخار. هو في الاستقامة كالجبل الراسي، لا تحركه الرياح الهائجة، لا يطلب ما ليس له، ولا يهتم بما قسم له، فارغ عن خدمة المخلوقين،
مشتغل بخدمة رب العالمين، لا يعرض عنه ببلواه ولا يختار حبيبا سواه. نفسه طاهرة من كل خطأ وزلة، وقلبه متبرئ من كل سهو وغفلة، وسره من كل حول وقوة. بدون الله سبحانه وتعالى لا يرضى. طعامه طعام المرضى، بكاؤه بكاء الثكلى، لا يتوكل قلبه إلا عليه، ولا يسلم إلا إليه، ولا يشكر النعمة إلا له، ولا يطلب الحاجة إلا منه. هو مستأنس بالله في جميع أحواله، منقطع إليه في جميع أعماله، ذكر الله حديثه في جميع المقال، وتارك اختياره إلى ذي الجلال. نومه قليل، حزنه طويل، بدنه نحيل، أنيسه الملك الجليل، فالله حسبنا ونعم الوكيل. روي عن عمر بن أيوب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. سر ذلك استغراق العبد في أداء الفرض وانغماسه في السنة المحمدية، فإنها بركة الوقت، وليس عند العارف أهم من استحصال بركة الوقت بفرض أو سنة أو جمع بينهما، وهناك منتهى الهمم. فإن السنة المحمدية روح العارف، بها يقوم وبها يقعد، وهي منار ألباب العارفين، فإن مشيد أركانها ورافع بنيانها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لم ينطق عن الهوى بل هو جلجلة. قال سبحانه: ما زاغ البصر وما طغى. وإن لوراثه العارفين هذه الحصة من بركة اتباعه، أرواحنا وأرواح العالمين فداء. فقلوب العارفين هي خزائن الله في أرضه. أي بني، اعلم أن قلوب أهل المعرفة خزائن الله في أرضه، يضع فيها ودائع سره ولطائف حكمته وحقائق محبته وأنوار علمه وآيات معرفته، التي لا يطلع عليها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد دون الله بغير إذنه سبحانه. فينبغي أن يكون العارف عالما بصلاحه وفساده، ومستقيما على معاملته، عارفا بربحه وخسرانه، حافظا له من مكابدة عدوه، ومستعينا بالله في ذلك كله، وألا يدع في قلبه مكانا لغيره. فإن الله تعالى إذا اطلع على قلب فرأى فيه غيره مقته وخذله وسلط عليه العدو. فإن معاملة القلوب لله خاصة، ومعاملة الأركان مختلطة. معاملة القلوب تقبل بغير الأركان أي الجوارح، ومعاملة الأركان لا تقبل بدون القلب ولا تستوجب الثواب. روي أن موسى عليه الصلاة والسلام مر بقوم
من بني إسرائيل قد لبسوا المسوح وقد جعلوا التراب على رؤوسهم، ودموعهم منحدرة على خدودهم، فبكى عليهم رحمة لهم وقال: إلهي، أما ترحم عبادك؟ أما ترى حالهم؟ فأوحى الله تعالى إلي: يا موسى، انظر، هل نفدت خزائني؟ أولست بأرحم الراحمين؟ كلا، ولكن أعلمهم بأني بذات الصدور خبير، يدعونني بقلوب خالية عني، مائلة إلى الدنيا. وروي أيضا أن موسى عليه الصلاة والسلام مر برجل ساجد على صخرة منذ 300 سنة، كان يبكي ودموعه تجري على الأودية، فوقف عليه وبكى لبكائه وقال: يا إلهي، أما ترحم عبدك؟ فقال الله تعالى: لا أرحمه. قال: ولم يا إلهي؟ قال: لأن قلبه يستريح إلى غيري، وكان له جبة يستتر بها من الحر والبرد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يستقيم عمل العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فلهذا إذا فقد العبد قلبه فقد فقد ربه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: يا موسى، قل لبني إسرائيل ألا يدخلوا بيتا من بيوتي إلا بقلوب وجلة وأبصار خاشعة وأبدان نقية ونية صادقة. وقال يحيى بن معاذ رحمة الله تعالى عليه: قلب المؤمن مضغة جوفانية، حشوها جوهرة ربانية، حولها روضة فردانية، وتحتها ساحة نورانية، والله تعالى ناظر إليها في كل لحظة بالرحمة والشفقة، ويحول بينها وبين ما يشغله عن. قال سبحانه: ومن أوفى بعهده من الله. ولقد قيل إن معاملة القلوب أمر شديد، والثبات عليها أشد وأصعب. وقيل لبعض أهل المعرفة: عبد فقد قلبه متى يجد؟ قال: إذا نزل فيه الحق. قالوا: متى ينزل؟ قال: إذا ارتحل عنه ما دون الحق. وإن معاملة القلوب على 10 مدارج: أولها الخطرات، ثم حديث النفس، ثم الهم، ثم الفكر، ثم الإرادة، ثم الرضا، ثم الاختيار، ثم النية، ثم العزيمة، ثم القصد، حتى يبلغ إلى عمل الظاهر. فمن قام لله تعالى فحفظ معاملة القلب عند الخطرات فهو على مدارج الصديقين، ومن قام لله تعالى فحفظ معاملة القلب عند حديث النفس فهو على مدارج المقربين، ومن قام لله تعالى فحفظ معاملة القلب عند الهم فهو على مدارج الأوابين، ومن قام لله تعالى على حفظ معاملة القلب عند الفكرة
فهو على مدارج المخلصين. ومن قام لله تعالى فحفظ معاملة القلب عند الإرادة فهو على مدارج المريدين. ومن قام لله تعالى فحفظ معاملة القلب عند الاختيار فهو على مدارج المتقين. ومن قام لله تعالى فحفظ معاملة القلب عند النية فهو على مدارج الزاهدين. ومن قام لله تعالى فحفظ معاملة القلب عند العزم فهو على مدارج المنيبين. ومن قام لله تعالى فحفظ معاملة القلب عند القصد فهو على مدارج المجتهدين. ومن قام لله تعالى فحفظ معاملة القلب على عمل الظاهر فهو على مدارج العابدين من عامة الموحدين. قال إسحاق بن إبراهيم رحمة الله عليه: لأن يتردد قلبك إلى الله تعالى ذرة خير لك من جميع ما طلعت عليه الشمس. وما من أحد صفى قلبه من أدناس الشهوات وطهر قلبه من غبار الغفلات ونقاه من كدورات الغوايات إلا أطلعه الله تعالى على غاية الغايات. قال بكر بن عبد الله في معنى قوله تعالى: وجاء بقلب منيب، قال: الذي يمشي ببدنه على الأرض وقلبه معلق بالله تعالى. قيل لأبي عبد الله رحمة الله عليه: ما القلب السليم؟ قال: قلب منقطع من علائق الدنيا، مملوء من حب المولى، لا يشكو من الشدائد والبلوى، ولا يهتك أستار الصيانة والتقوى. يقال: من لم يكن بينه وبين الله تعالى معاملة سرية كان مسيئا حتى وإن كان محسنا. ومن لا يرى أن الكونين بما فيهما يسير بقدرته وسريع لحظته لم ينل معاملة القلب. وقال أبو سعيد الخراز رحمة الله عليه: اعلم أن معاملة القلب هي تجديد السر مع الانفراد به، وملاحظة القلب على دوام حفظ الأوقات مع صدق الحال من غير التفات منه إلى الوقت أو الحال. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن لله تعالى عبادا تطير قلوبهم إلى الله تعالى اشتياقا لا يدركها البرق الخاطف. يروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بحق وقر في قلبه. إن الله تعالى لا يرد القليل لقلته، ولا يقبل الكثير لكثرته، ولكن يتقبل الله تعالى من المتقين. ويقال: ليس على مقام الصدق من تعلق قلبه بالمقام، ولكن الصادق الصادق من تعلق قلبه برب المقام مجردا حتى لا يرى مع الله غير الله أحدا. ويقال: إذا صارت المعاملة إلى القلوب استراحت الأبدان. ويقال: لا تكون معاملة القلب أي عبادة القلب إلا لمن له قلب صاف ليس بساه، صحيح ليس بجريح، بصير ليس بضرير، فريد
ليس بطريد، قالب ليس بهارب، قريب ليس بغريب، عاقل ليس بغافل، سماوي ليس بأرضي، عرشي ليس بوحشي. جرد قلبك لله وحده لا شريك له. قال ثابت النساج رحمة الله عليه: قرأت القرآن العظيم سنين بالخوف فلم أجد القلب، ثم قرأته بالرجاء فلم أجد القلب، ثم قرأته بتجريد القلب عن كل ما دون الله تعالى، عند ذلك وجدته، ورأيت عند وجوده الولاية الكبرى والعزة العظمى والمراتب العليا. قال الله تعالى في بعض الكتب: القلوب بيدي والحب في خزائني، فلولا حبي لعبدي ما قدر العبد أن يحبني، ولولا ذكري له في الأزل ما قدر أن يذكرني، ولولا إرادتي إياه في القدم ما قدر العبد أن يريدني. قيل إن عارفا رأى رجلا يدور حول المسجد فقال له: يا هذا ما تطلب؟ قال: أطلب موضعا خاليا أصلي فيه. فقال: خل قلبك عن كل ما دون الله وصلي في أي موضع شئت، ويقال بقدر إقبالك على الله يكون قرب القلب منه. وما اطلع الله تعالى على قلب عبد فرأى فيه غيره إلا عذبه الله به ووكله إليه. قال يحيى بن معاذ رحمة الله عليه: القلب إذا وضعته عند الدنيا خاب، وإذا وضعته عند العقبى ذاب، وإذا وضعته عند المولى طاب. وقال: الدنيا خراب، وأخرب منها قلب من يعمرها، والآخرة دار عمران، وأعمر منها قلب من يطلبها. وقال: مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام، أما مفاوز الآخرة فتقطع بالقلوب. وقال: خراب النفس من عمارة القلب، وعمارة النفس من خراب القلب. سئل واحد من أبناء القلوب: ما لك لا تتكلم؟ فقال: قلبي يتكلم. قيل: مع من؟ قال: مع مقلب القلوب. روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المرء مع من أحب. في هذا الحديث الشريف من الإلزام بمحبة أحباب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما في بلاغ للموقنين، وهدى للمتقين، ونور للعارفين. فإن من تدبر سر المعية التي أفصح بها هذا النص الشريف انسلخ إلا عن محبة الله تعالى ومحبة من أحبه الله وأحب الله، كذلك العارفون رضي الله عنهم. من العارفون؟ العارفون هم أهل القلوب المنيرة، أصحاب صفاء السريرة والعمدة على القلوب. أي بني، اعلم أن الله تعالى ذكر في محكم كتابه للعباد أمره ونهيه، ووعده ووعيده، وترغيبه وترهيبه، وقضائه وتقديره، وحكمه وتدبيره، ومشيئته في خلقه، وضرب الأمثال
وذكر آلاءه ونعماءه ولطائف صنعه وكمال قدرته وعظيم ربوبيته، ثم قال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. لقد أشهد في هذه الآية جميع العباد شرف مراتب أبناء القلوب، وبين فضلهم على من دونهم. قال بعض المفسرين في معنى قوله تعالى: لمن كان له قلب، أي قلب واثق بجميع ما ذكره الله سبحانه في كتابه من الوعد والوعيد وغير ذلك. وقال بعضهم: لمن كان له عقل يزجره عن جميع الضلالات والغوايات في جميع الحالات. وقال بعضهم: لمن كان له ذهن يفر به عن الشرك والشك. وقال بعضهم: لمن كان له يقين يسقط عنه وثائق الغرور في جميع الأمور إلى أن يصل إلى الملك الغفور. وقال بعضهم: لمن كان له سر يتلاشى معه جميع أوصاف العبودية تحت إشارة الربوبية عند مشاهدة الحق. وقال بعضهم: لمن كان له استقامة السر مع الحق من غير التفات منه إلى ما سواه. وقال بعضهم: لمن كان له قلب مفرد لتفرد الفرد. وإن الله تعالى زين قلوب العارفين بزينة المعرفة كرما منه وامتنانا، وزين قلوب المريدين بالعظمة والهيبة رحمة منه وإحسانا، وحجب قلوب الغافلين بالجهل والغفلة محنة وخذلانا، وطبع على قلوب الكافرين بالإبعاد والإنكار طردا وحرمانا. فقلوب الخلق قلوب ثلاثة: قلب يطير في الدنيا حول الشهوات، وقلب يطير في العقبى حول الكرامات، وقلب يطير في سدرة المنتهى حول الأنس والمناجات. فقلب معلق بالدنيا، وقلب معلق بالعقبى، وقلب معلق بالمولى، قلب حريق، وقلب غريق، وقلب سحيق، قلب منتظر للعطاء، وقلب منتظر للرضاء، وقلب منتظر للقاء، قلب مشروح، وقلب مجروح، وقلب مطروح. وقلوب الصالحين قلب منيب، وهو قلب آدم عليه الصلاة والسلام، وقلب سليم، وهو قلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقلب منير، وهو قلب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا، أنت التواب الرحيم. يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا تغلطه المسائل، يا من لا يتبرم بإلحاح الملحين، أذقنا برد عفوك وحلاوة رحمتك. اللهم فرج عن أمة حبيبك محمد، اللهم أصلح أمة حبيبك محمد، اللهم ارحم أمة حبيبك محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.